بعزيمة الرجال وبذكريات التأهل للمونديال، يدخل المنتخب الوطني آخر لقائين في تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة أمام كل من كينيا في نيروبي في الجولة الخامسة وجزر القمر في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة. منتخب الفراعنة يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، ويشاركه في الصدارة بنفس الرصيد منتخب جزر القمر، جمعهم من انتصارين على كل من توجو ذهابا وإيابا في القاهرة بهدف المدافع محمد حمدي الونش، وخارج الديار حملت توقيع نجمي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ونجم استون فيلا محمود حسن تريزيجيه، وتعادلين مع كينيا في القاهرة بهدف لكل فريق وسلبيا في موروني عاصمة جزر القمر. يبحث أبناء النيل بالتأكيد عن النهاية السعيدة لمرحلة التصفيات والتأهل كأول المجموعة حتى يضمن تقدم مركزه في التصنيف الدولي قبل الدخول في ذروة قرعة المونديال. ويعول حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على خبرة نجومه الكبار في الفريق، وعلى رأسهم بالطبع اللاعب العالمي محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، بجانب زميله محمود تريزيجيه ولاعب وسط أرسنال محمد النني، بجانب باقي النجوم محمد مجدي أفشة وطارق حامد والحارس محمد الشناوي ونجم جالاتا سراي التركي مصطفى محمد. ويدرس البدري حسم الأمور مبكرا في مباراة نيروبي الخميس تجنبا لخسارة مفاجأة تدخل الفريق في مطب صعب في مباراة الجولة الأخيرة أمام جزر القمر في حالة فوز كينيا أيضا على توجو وارتفاع رصيدها إلى 9 نقاط. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا احنا في الفتره دي عندنا فتره توقف دولي حاليا لارتباط المنتخبات بالتصفيات القاريه، وطبعا منتخب مصر قدامه لقاءين مهمين جدا. الاول هيكون يوم الخميس المقبل ان شاء الله امام كينيا على ارضهم، والثاني هيكون امام جزر القمر يوم 30 مارس في القاهره ان شاء الله. طبعا هنتكلم عن النادي الاهلي في فتره التوقف ومعسكر المنتخب واستعداداته مع الكابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا فندم، منور. صباح الخير. اهلا بحضرتك. وابدا يعني خليني اسال سؤال عن توقعات الاسماء في المنتخب. هل صراحه كان في اسماء حضرتك متوقع مثلا ان هم هيكونوا ضمن يعني المنتخب او القايمه ولا لا، او والعكس صحيح، هل كان في اسماء ما توقعتهاش ولقيناها؟ لان يعني بطبع الحال الكلام يعني او المتداول لا لو رجعنا الاسماء هي اسماء منطقيه، هي كمان محصورة أغلبهم طبعا من النادي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمجموعة اللي هي محترفة. يعني الأسماء حضرتك كلها كنت متوقعة، ما فيش حد كنت يعني متوقع إنه هو يكون ضمن القائمة، لكن تقريبا يعني بنسبة تقريبا. يعني حتى يعني كل واحد بيقول وجهة نظره يعني بنسبة كبيرة. ده يعني بقى لنا كذا يوم في الموضوع ده، ملف الناس كتير جدا. يعني من وجهة نظري يعني 90% اللي أنا يعني متوقعه طبيعي، بيحصل اختلاف وجهات النظر. طيب طب ومن وجهه نظر حضرتك شايف ان في اللقاء الاول يعني اللقاء امام كينيا في نيروبي ان شاء الله، شايف كابتن حسام البدري ممكن يكون بيفكر في انه يبتدي المباراه بشكل هجومي من الدقيقه الاولى، ولا ممكن يبقى في تحفظات في منطقه وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتده؟ لا هو طبيعي يعني بالنسبه لامكانيات منتخب مصر وتاريخه والهدف اللي حطه، اكيد احنا بنسعى المجموعة الموجودة معانا، احنا كل المباراة سواء في الداخل او الخارج اكيد هدفنا الفوز. مهم جدا يعني نتصدر المجموعة، ودي طبعا مفيش شك هتدينا ثقة في المراحل اللي جاية. نتمنى ان احنا ان شاء الله احنا متصدرين المجموعة مع جزر القمر، كل فرقة 8 نقاط. نتمنى ان احنا ننفرد بالقمة ان شاء الله. ماتش كينيا هيبقى صعب طبعا شوية، مش بسهولة. ماتش جزر القمر محقق مفاجأة في جزر القمر، بس اعتقد يعني باسم مصر وتاريخه وامكانياته اعتقد الوضع الطبيعي نفوز في المباراتين ان شاء الله. حضرتك لما بتقول المباراه يعني او مباراه كينيا تحديدا بدايه هتبقى صعبه والمباراه الاولى اللي عندنا، طيب ده بناء على حكم حضرتك على اداء مثلا الفرق المختلفه في النوادي بتاعتها قبل الصعود او يعني قبل التاهل بقى للمنتخب والانضمام، ولا على اي اساس؟ يعني خليني افهم وجهه نظر حضرتك. لا هو طبعا ما فيش شك المنتخب بقى له فترات طويله ما فيش تجمع، ودي نقطه ممكن تبقى يعني الى حد ما تقدر تاثر على مستوى الفريق. انما في الفترات ديت حتى لو ما فيش نقدرش نعمل تجمع جماعي للفريق،
ويتم بعض التدريبات في الملعب. اعتقد يعني من النقاط المهمه ممكن تبقى في نظرات او سوري محاضرات نظريه، سواء في تجمعات بشكل فردي بين الجهاز الفني ولاعيبه المنتخب. طبعا ما فيش شك الجهاز الفني بيتابع كل لقاءات المنتخب، بيتابع اللعيبه المحترفه، وتقارير فنيه بتتعمل على الاقل اللي هم اللعيبه المحليين الموجودين في مصر هنا. سهل التجمع حتى لو ما فيش تدريبات على يعني في الملعب. مهم جدا يعني المحاضرات النظريه ديت، وبيحصل حوار بينه وبين اللاعبين، وبيتكلم معاه في النقاط السلبيات اللي عنده، اللي ناقصه، بيعرض عنده شرايط فيديو، بيحلل ادائه، كل الكلام ده مهم جدا. يعني احنا بس الألفة كمان بين اللاعبين، يعني ناس كتير كانت بتتكلم هل هيعود صلاح، هل هيعود تريزيجيه، يعني انني الناس كتير كانت بتسأل مروان محسن هيشارك ولا لا، يعني كل ده كان مطروح على الساحة. بقول لحضرتك اللي كان مطروح على الساحة الفترة اللي فاتت، فبرضو حضرتك شايف الوضع النهائي هو طبعا مرضية ام لا؟ كنت متوقع يعني، خلينا عديتها بسرعه. انا لا كان هو طبعا حتى لو التوقيت صعب او الوقت المتاح صعب، انما كنا ممكن نعمل تجمعات، يعني نشارك نجمع لعيبه المنتخب، على الاقل اللعيبه المحليين الموجودين اللي هم بيمثلوا نسبه كبيره. اعتقد المحترفين تقريبا 5 لاعبين من ممكن يكونوا من 24 لعيب، يعني نقدر نقول في 80% لعيبه محليين موجود في مصر. واعتقد دي فرصه كويسه، وكنا ممكن نعمل تجمعات ويتم تدريب بشكل عملي في الملعب، واذا كان في جوانب خططيه هو بيصححها اعتقد كان بيبقى في فرصه. اعتقد يعني المسافه بعدت قوي والتوقيت بعد كتير قوي، وكان ممكن يبقى في تدريبات نقدر نعمل تجمعات ولو حتى يوم واحد في الاسبوع او في يعني على فترات متباعده كده، انما ما نبعدش، الغياب ما يبقاش كبير قوي كده. طيب خلينا برضو بعد اذن حضرتك نتوقف ولو للحظات عند المنتخب الاولمبي، وخصوصا ان هم زي ما حضرتك عارف هم حاليا في معسكر استعدادا لاولمبياد طوكيو اللي هتنطلق في يوليو اللي جاي ان شاء الله، واللي المفروض تصفياتها اظن هتكون 21 او 22 ابريل. الكروت اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب، اللعيبه اللي معاه اللي هيلعب بيهم، شايف مستواهم واصل لفين؟ وخصوصا لو خدنا كمان في الاعتبار فكره ان هم توجوا بامم افريقيا تحت 23 سنه، فشايف كلها يعني كروت قويه؟ اكيد كروت قويه، احنا كسبنا البطوله بجداره الحقيقه، وعندنا عناصر مهمه جدا ومميزه جدا بتمثل. يعني في النهارده مصطفى محمد بيلعب بشكل اساسي، رمضان صبحي مصاب برضه لاعب اساسي في الفريق الاول، في عناصر كويسه وفي عناصر اخرى طبعا كمان انضمت للفريق الاول. بالعكس احنا عندنا فرصه كويسه نقدر يعني نطمح ويكون هدف لينا ان احنا نحقق على الاقل ميداليه في الدوري الاولمبي، واعتقد يعني دي متاحه، وعندنا مكانات لعيبه كويسه وجهاز فني قوي بقياده كابتن شوقي غريب. البطوله ادينا مباراه كويسه ونتائج كويسه، اعتقد دي ادتنا طموح كويس وادتنا ثقه كويسه، زائد اللعيبه خصوصا اللعيبه كمان اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز وبتلعب مع الفريق الاول بيمثلوا مصر مع الفريق الاول، اكيد دي هيكون لهم دور كبير قوي في الاداء الفريق، وان شاء الله في تحقيق نتائج يا رب، وان شاء الله يكون في ميداليه باذن الله. بس من زاويه ثانيه هو ضغط عليهم كبير جدا برضو، علشان نبقى عارفين يعني ما فيش وقت، حتى ما فيش ايام راحه غير قليله جدا، يعني الاجنده قويه جدا بطبيعه الحال عشان الاحداث اللي حصلت السنه اللي فاتت، فالوضع مختلف دلوقتي، ولكن برضو من ناحيه ثانيه هي مش سهله، يعني الضغط ده اكيد بيؤثر. لا وتحقيق ميداليه محتاج مجهود كبير طبعا، يعني ما فيش شك، يعني بطوله وبيبقى فيها عناصر كما اعتقد فيها 2 لعيبه او 3 لعيبه فوق السن، ممكن فرق ثانيه تستفاد منها بشكل، واحنا ان شاء الله نستفيد منها بشكل كويس. يعني في نقطه كابتن برضو كابتن هوانت كانت بتسال حضرتك عنها من شويه، بس انا عايز بعد اذنكم يعني ارجع لها مره ثانيه، فكره الهارموني اللي ما بين لعيبه المنتخب بالزبط. ممكن جدا كل لاعب منهم على حده يكون اداؤه اكتر من رائع مع فرقته اللي هو بيلعب معاها، اللي هم متعودين على بعض وحافظين بعض وحتى متوقعين يعني خطوات بعض القادمه، فيبقى في هارموني، يبقى في تفاهم كده ما بينهم. لكن في حاله المنتخب لو ما فيش وقت كافي للاندماج، مهما كانت اللعيبه لعيبه، يعني مهما كانوا لعيبه، بس بتهيالي حته التفاهمات، حته ان هم يحفظوا بعض، يبقى في وان تو هات كده هو ما بينهم وما بين بعض، محتاجه وقت. لو الوقت ده مش متاح ما اكيد ده هينعكس بالسلب على ادائهم، ولا مش بالضروره لو هم محترفين بما يكفي؟ لازم تاثر، يعني اكيد هتاثر بشكل، بس في المستويات العاليه الفنيه العاليه
والمستويات الخططيه العاليه عند اللاعبين، مجموعه اللاعبين تجمعهم والتفاهم ده بيتم بشكل كبير، يعني ما بياخدش وقت كتير. اصل انت ممكن تلاقي حد زي ميسي مثلا، حد زي رونالدو، حد زي ايا كان، يعني بغض النظر عن الاسماء، كل اسم منهم يعني بيولع الدنيا مع فرقته، لكن مش بالضروره تلاقيه مع منتخب بلده بنفس الفعاليه وبنفس القوه. هو على فكره في فرق مستوياتها اعلى من المنتخبات، يعني اللي على مستوى العالمي ريال مدريد وبرشلونه ومان سيتي، يعني في فرق كتيره يعني بتبقى المستوى الفني بتاعها اعلى من المنتخبات. يعني بيقال حتى، يعني في ناس وجهه نظرها ان دوري الابطال في اوروبا مستواه اعلى من كاس العالم، لان انت يعني وفي محترفين بقى بيلعبوا احسن لعيبه العالم او متجنسين بيلعبوا. اللي انت بالنسبه للفرق ديت تكوين الفريق خصوصا الامكانيات الماديه العاليه متاح يجيب احسن لعيبه في العالم. يمكن الفرق على مستوى المنتخبات هي اللعيبه اللي بتحمل الجنسيه بس، الاختيار بيبقى محدود شويه، انما الفرق الامكانيات الماديه عاليه والاسامي الكبيره دي لا، هي المستويات فيها فعلا بتبقى اعلى من مستوى المنتخبات. طيب كابتن محمود هنروح فاصل وبعدين هنرجع بقى، عايزين ننتقل للاهلي ونتكلم شويه عن فتره التوقف الحاليه، هل ممكن دي تكون يعني ايجابيه، ممكن تدي موسيماني فتره كده لاعاده اوراقه، اعاده ترتيب اوراقه مره اخرى، يعني خلينا نعرف ده بس بعد الفاصل. رجعنا مره تاني حضراتكم، بس قبل ما نبدا يعني بس عايزه اقول خبر خاص بالطقس، لسه دلوقتي نازل على اليوم السابع، بيتكلموا ان البلاد بتتاثر بمنخفض خماسيني واحتماليه كمان يعني ورياح تصل للعاصفه، ده خبر عن اليوم السابع. وعلى فكره يعني احنا واضح عندنا دلوقتي كان في حاجات كتيره بتحصل. فكل حال نكمل كلامنا مع كابتن محمود، وكنت بسال حضرتك قبل الفاصل يعني هل فتره التوقف دي ربما تحسب لصالح الاهلي، تحسب لصالح موسيماني في فكره اعاده ترتيب الاوراق مره ثانيه قبل لما نروح نواجه بقى او قبل مواجهه يعني المريخ وسيمبا؟ خلينا نعرف من حضرتك. ما فيش شك فتره الراحه دي مش راحه طبعا، انما البعد عن الوقت الرسميه يعني اكيد هي في صالح النادي الاهلي. النادي الاهلي مضغوط مع الماتشات المحليه وبطوله افريقيا وبطوله كاس العالم للانديه، اكيد فترات كانت مضغوطه جدا بدنيا ونفسيا. صحيح. الحقيقه فاعتقد هم محتاجين وقت فيه يعني ارتياح من الضغوط النفسيه، انما طبعا الجانب اللي هو التدريبي بيتم بنفس الشكل ونفس البرامج التدريبيه بتتم بشكل كويس، انما احيانا اللاعب بيبقى محتاج الضغوط ديت والمسؤوليه والماتشات الهامه والبطولات اللي بيلعب عليها، محتاج من ان لاخر لازم يبقى فيه برضه فتره فيها ريلاكس شويه. حلو، طيب انا هروح مع حضرتك مره ثانيه للمنتخب وبعد كده نرجع نكمل كلامنا بالنسبه للنادي الاهلي. محمد صلاح تحديدا، يعني نتكلم بقى على المشاركات بتاعت المحترفين بتوعنا، بس انا عايز اقف عند محمد صلاح لسببين. اولا نظرا للظروف اللي بيمر بيها محمد صلاح وليفربول بالكامل في الفتره الاخيره، واكيد يعني بتنعكس بالسلب حتى على التركيز، دي نقطه. النقطه الثانيه فكره ان محمد صلاح بقى له حوالي سنتين تقريبا ممكن مش بيشارك مع المنتخب، فشايف عودته للمشاركه مع منتخب مصر ممكن تكون عامله ازاي المره دي؟ لا انا بعتقد ان هو في احتياج، يعني في احتياج يرجع لوطنه شويه، اسرته، يشوف اسرته، يشوف يعني دي انا بعتقد مع الاحباط اللي عنده وزي ما حضرتك قلت النتائج اللي هي غير متوقعه بتاعت ليفربول طبعا، فاعتقد هو محتاج، هو في التوقيت ده هو محتاج يرجع مصر ومحتاج يلعب مع مصر ويمثل مصر ويلعب ماتش دولي، اعتقد دي نفسيا يعني هو في احتياج ليها في التوقيت ده، هو يعني توقيت مناسب ان هو يجي ويلعب يمثل مصر في ماتشين، ماتش كينيا وماتش جزر القمر 25 و30 تقريبا، هو في احتياج ليهم الحقيقه، اعتقد دي هترفع معنوياته اكتر، تدي له ثقه، يغير الاجواء بتاع نادي ليفربول، هو محتاج التغيير الاجواء ديت، اجواء اللاعبين والمدير الفني والملعب، يجي يتمرن مع نجوم مصر ومنتخب مصر ويمثل مصر ويشوف يعني اعتقد هو في احتياج ليها. طب بالنسبه يعني باقي اللعيبه الدوليين عندنا زي ما انا ذكرت تريزيجيه، وعندنا النني، وعندنا المحمدي برضو في انجلترا، عندنا مصطفى عندنا محمد، عندنا بالظبط مصطفى محمد لاعب الزمالك الاسبق، يعني عندنا اسامي كتير لمعت في نوادي عالميه، فبرضو حضرتك من وجهه نظرك دي خطوه جيده عودتهم مره ثانيه لعبهم مع المنتخب المصري، يعني
اكيد. ازاي بتشوفها برضو زيان؟ أكيد. اكيد من انهي هو اي لاعب، اي لاعب في اي مكان اعتقد بيبقى حريص على موضوع تمثيل بلده، ده بيبقى دي حاجه كويسه حتى تاريخيا، بيصنع تاريخ ليه، مهم جدا ان هو يحقق نتائج كويسه ويلعب ماتشات دوليه كتير، دي حتى بترفع اسمه وقيمته مع النادي كمان. يعني محمد صلاح لو ما بيلعبش منتخب مصر وبيلعب في ليفربول بس، لا اعتقد اداؤه واذا كان في نتائج كويسه بيحققها مع منتخب مصر دي بترفع طبعا اكيد من اسمه وبتدي له ثقه على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، مهم جدا. هل كان في اسماء معينه حضرتك كنت متوقع تشوفها ضمن قائمه المنتخب وما لقيتهاش لسبب او لاخر او العكس؟ ممكن يكون محمد ابو جابر حارس المرمى، اعتقد قد يستحق انه يكون موجود في منتخب مصر، انما هي يعني الاسماء كلها تقريبا اعتقد مقنعه يعني ومنطقيه. طب نروح بقى للاهلي مره ثانيه، وبرده حابة اعرف وجهه نظر حضرتك، يمكن كنت حضرتك معانا برده قبل ماتش فيتا كلاب انا حسب ما متذكره، واتكلمنا شويه وقلنا ازاي التوقع، والحمد لله الماتش كان اكثر من رائع، واللاعبين بتوعنا او الفريق بتاعنا بجد لعب حاجه او شرفنا بشكل كبير جدا، وزي ما اتقال دي روح الاهلي عادت مره ثانيه، وكان تعليقات كثيره جدا ايجابيه بصراحه عن هذه المباراه. يعني بقى احنا كده يعني مش هقول النهايه، بس اخر مباراه لعبناها كانت مشرفه جدا، هنكمل اكيد على كده وده اللي احنا متوقعينه، واكيد هو ده اللي كمان اللعيبه بيوعدوا بيه المصريين او الجمهور. يعني الماتشات القادمه برضو ازاي نحافظ على هذا المستوى من وجهه نظر كابتن محمود؟ هو طبعا لازم يكون الاعداد في منتهى الجديه، واعتقد ده يعني احنا مطمنين ان الجديه متوفره والطموح اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي وان هم يحققوا البطوله العشرة على مستوى قاره افريقيا، اعتقد كل الطموح ده موجود وكلنا ثقه في لعبتنا. عندنا مباراه المريخ يوم 3 في السودان، وبعد كده هنلعب سيمبا يوم 9 ان شاء الله هنا في القاهره، عندنا فرصه كويسه ان نتصدر الدوري سوري المجموعه، واعتقد المجموعه ما بتقابل تاني المجموعه المقابله اعتقد بتبقى افضل، ما فيش شك اهون من العكس اهلي طبعا بتقابل الاول. وانت النادي الاهلي انت دايما مطالب انك تكون في المقدمه دايما، ف هل فتره التوقف دي يعني ممكن تبقى يعني فرصه جيده بالنسبه لبيتسو موسيماني لاعاده ترتيب الاوراق؟ طبعا جيده، والارتياح حتى من الضغوط النفسيه، يعني يمكن احنا في سياق حديثنا تطرقنا للموضوع دوت، لا ما فيش شك مهمه، اعتقد اللعيبه لازم يبعدوا عن الضغوط شويه والجهاز الفني يبعد عن الضغوط شويه، وزي ما قلنا برضو التدريب تخطيط النواحي التدريبيه والبرامج التدريبيه موجوده، اللعيبه تبقى احيانا محتاجه انها تبعد عن المباريات الرسميه، فرصه كويسه التقاط الانفاس والبعد عن الضغوط دي، اعتقد دي في صالح لعيبه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي مضغوط يعني، ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، هو وتحديدا كلام على الموسم يعني الماضي والحالي في ضغط كبير جدا، ولكن انا عايز اخش فنيات اكتر، يعني اكيد روح النادي الاهلي موجوده، اكيد اللعيبه عايزين يحققوا العشره، اكيد كل الكلام ده، اكيد الاستعداد هيكون ربما كمان ان شاء الله في الفتره القادمه افضل بكتير، ولكن انا بتكلم من الناحيه الفنيه، او حضرتك وجهه نظرك الظروف السابقه من بعد ما رجعنا من المونديال كان في ظروف معينه، هل بتشوف دلوقتي الظروف اختلفت وبالتالي ده هيؤثر بشكل ايجابي؟ يعني انا عايز اخش تفاصيل اكتر، مش من ناخدها من على الخارج يعني او بشكل سطحي. لا هو اصل الجانب الفني في عوامل كتير والظروف المحيطه ايضا اللي مروا بيها. طبعا انت حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي. بتكلم عن النادي الاهلي هو طبعا الاداء في الملعب ده حاجات كتير قوي بتاثر فيه ما فيش شك، يعني استعداد اللاعبين واهتمامهم والبرامج التدريبيه بتتحط بشكل علمي والهدف البطوله داخل عليها وعايز يحقق البطوله، بتتكلم طبعا بشكل عام، انما النادي الاهلي اكيد حاطط هدف اي بطوله بيشترك فيها، هو طبعا حاطط نص بعينه كده ان هو لازم يحصل على البطولات ديت. ف الناحيه الفنيه حاجات كتير، دايما تصحيح الاخطاء من قبل الجهاز الفني، بيراجع طبعا تحليل فني لاداء اللاعبين، ولازم المعلومات دي كلها توصل للعيبه، التحليل احنا بنحلل للعيبه كلها الاداء الفني، ولازم يبقى في محاضرات نظريه ونطبق في الملعب ايه اللي ناقصنا نعمله بشكل عملي، هي
في النهايه كل الموضع من تخطيط سواء من قبل الجهاز الفني واداء اللاعبين في التدريبات كل دوت في النهايه عشان نوصل فورمه رياضيه عاليه للعيبه في احسن حال الفورمه الرياضيه بتاعتها تبقى هايله عشان نقدر نحقق الاهداف اللي احنا حاطينها. يعني كل ده بيصب في المباريات الرسميه حتى طبعا بيبقى ليها دور طبعا كمان المباريات التجريبيه بيبقى ليها دور في الاعداد اللعيبه اللي هي بتبقى ليها فتره ما بتشاركش بشكل اساسي. مهم دايما احنا نوفر الاجواء والبرامج تبقى محطوطه بشكل كويس التنافس يكون موجود شريف بين اللاعبين وبعضهم كل بيسعى طبعا. كابتن محمود بس شايف ان النقاط اللي بتقولها دي ما كانتش متوفره من بعد ما عدنا من المونديال وحصلنا على المركز الثالث يعني ولا بسبب الضغط اللي كان موجود مثلا يعني اكيد كل النقاط دي كانت متوفره يعني طبعا. ولكن احنا شاهدنا مش الاداء اللي احنا واخدين عليه من النادي الاهلي بس الحمد لله الموضوع رجع وده امر طبيعي بيحصل مع كل فرق العالم يعني بس انا عشان كده كنت بتكلم تحديدا الظروف كانت مختلفه وقتها عن دلوقتي فربما ده لصالحنا. مفيش شك الخروج من البطولات القويه والمجهود الكبير اللي بيتبذل والضغوط النفسيه مش عايز اقول استرخاء بس بتعمل نوع هدوء شويه عند اللاعبين خصوصا انت لو حققت هدف اللي بتسعى ليه وخدنا مركز كويس اخذنا بطوله افريقيا وخدنا المركز الثالث على مستوى بطوله العالم للانديه مفيش شك انت حققت الهدف فطبيعي كل وده يعني الشعور ده طبيعي بيبقى موجود زي ما حضرتك قلت في كل فرق العالم بس بقدر الامكان التاثيرات السلبيه بتاعته لازم احنا نحاول بقدر الامكان تبقى قليله شويه وزي ما حضرتك قلت احنا استردينا برضو مستوانا وامكانياتنا ورجعنا لتركيزنا تاني. المباراة بتاع فيتا كلاب الحقيقة كانت خارج ملعبنا أدينا بشكل جيد وعملنا مباراة كبيرة وكسبنا 3-0 الحمد لله رجعنا تاني لاستعدادنا والدخول بقى بشكل كويس في البطولات الكبيرة إن شاء الله. إيه يا كابتن محمود اللي بيخلي لاعب معين تحس إن مستواه ثابت أيا كانت الظروف والملابسات وأيا كان الخصم اللي هو بيلعب ضده ولاعب تاني ممكن ما يقلش عنه حرفنة يعني عنده كل المقومات بتاعة اللاعب الحلو يعني بس تحس ان هو مستواه متغير حاجات امور معينه استجدت ينتج عنها تغيير في ستايله في اللعب تغيير في حجم فعاليته في ارضيه الملعب ايه اللي بيخلي لاعب معين دايما مستواه ثابت ولاعب تاني مش بالضروره ممكن الاثنين يكونوا متقاربين في جداً. المستوى وممكن يكون اللي متذبذب ده مستواه اعلى من اللاعب اللي مستواه ثابت بس ده متغير وده ثابت ليه في لعيب يبقى عنده صفات اراديه الحقيقه كويسه حريص ان هو يمثل النادي بتاعه بيأدي التدريبات بشكل جيد سلوكه خارج الملعب بيحافظ على نفسه بيحافظ على راحته سلوكه بشكل جيد اعتقد دي نقطه مهمين جدا في لعيب الكره الحقيقه ودايما الاستمراريه بقى هو في لعيب بيبقى دايما عايز الاستمراريه دايما اشتراكه في المباريات بشكل كويس النهارده بيحاول يثبت وجوده انه مثلا بيمثل النادي الاهلي يبقى لاعب اساسي طموح دايما كريم بيه بيبقى الخطوه الجايه بيحاول ينضم لمنتخب مصر يحاول يبقى يلعب بشكل اساسي في منتخب مصر الطموح في الفتره دي وفي الاجيال دي برضو زاد بقى مفتوح الاحتراف وفي لعيبه عايزه تلعب على المستوى العالمي والحمد لله عندنا نماذج هايله دلوقتي بتمثل لنا قدوه لعيبتنا ما فيش شك هو لاعب واحد النجاح الكبير حقه محمد صلاح ما فيش شك اثر على لعيبه مصر حتى اللعيب الطفل الصغير عنده 4 سنين وخمس نفسه يبقى زي محمد صلاح طبعا في لاعب واحد بس فما فيش شك يعني ده اللعيب اللي هو الحقيقه بيمثل نموذج وقدوه في لعيب بقى يعني ما بياخدش الامور بجديه ويعني استهتار ولا مبالاه اعتقد دوت وفي نماذج كتير يعني ما حققتش تاريخ هو ممكن يكون بيندم ان الكره انت عارف حضرتك وقت محدود بتلعبه 10 12 15 سنه لازم تبذل فيها اقصى جهد وتطلع احسن مجهود وتعمل نفسك تاريخ في ناس حافظه لعيبه بقى لها عشرات السنين مبطله وانما تاريخها في انديتها وتاريخها في منتخب مصر هو لحد دلوقتي بيفتخر بيه واولاده احفاده حتى يفتخروا بيه دايما الانسان في اي مجال يحط يعني يبذل اقصى جهده ويحقق طموحه ويحقق اللي هو بيحلم بيه بس دي طبعا بتحتاج مجهود كبير والتزام حاجات كتير يعني نورتنا كابتن محمود شكرا لحضرتك جدا سعدنا بوجود حضرتك معانا وسعدنا بوجودنا مع حضراتكم في حلقه النهارده ان شاء الله بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح الفل